الارتواء من مياه الوادي هو السبيل الوحيد لسكينة دوار البور بنواحي جماعة تلسنت القروية بإقليم فيجيج لإطفاء جذوة الظمأ، حيث يتجرع 350 نسمة من سكينة القرية مرارة التنقل اليومي للوادي لجلب ماء، تحوم شكوك لدى السكان حول صلاحيته للشرب. نريد أن تزود مساكننا بالماء الشروب حتى لا نضطر لقطع مسافة طويلة للوصول إلى الوادي من أجل جلب الماء، حيث لا يفارقنا الخوف على حياتنا وحياة أبنائنا من فيضان الوادي. نعاني كثيرا جراء هذا الوضع الذي يفرض علينا شرب مياه الأمطار والماء الملوث. لمدة 20 عاما وأنا أعاني من تدهور حالتي الصحية بسبب هذا الماء الملوث الذي نشربه، كما أخبرني بذلك الطبيب. العيالات كبارين في السن كيمشيو كيهزوا البيدو كيمشيو 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر كيجيبوا الماء، خاصنا الماء يدخل دوارنا. عزلة القرية التي تعاني من غياب مسلك طرقي معبد عقد مهمة تزويد السكان بالماء الشروب الذي وصلت قنواته إلى نقطة لا تبعد سوى 4 كيلومترات، ورغم رصد مبادرة التنمية البشرية وشركائها ل 600,000 درهم لهذا الغرض، إلا أنه تعذر ولوج آلية الحفر لإنجاز ثقب استكشافي بالقرية ليظل خزان الماء بدون ماء. من نهار 8/2002 ما عمر نقطة الماء طاحت فيه لحد الآن، والسكان كينتظروا من السلطات ومن المعنيين المكلفين باش يقولوا لنا فينا هو الميزانيه ديال هذا المشروع. هذا كنطلبوا من الجهات المعنيه باش المهم حنا تجيبوا لنا الماء، سواء تحفروا البير بالالات التقليديه ولا يجيبوا الصنده ولا هذا. الساكنه راه بغات الماء لان كيشربوا الماء الملوث وكيجيو هاني هذا الماء هذا يصل الينا عبر مسافه طويله عبر الواد، وهذا الواد هذا هو الممر ديال الدواب والمواشي وكل شيء. وفي ظل انهيار حواجز اسمنتيه بسبب الفيضانات كانت تجمع مياه الوادي وحتى لا يضيع ويتسرب الماء المتوفر وان كانت تشوبه شائبه التلوث، ابتدع السكان وسيله وضع غشاء بلاستيكي للحفاظ على الماء وايصاله الى الحقول. الناس ديال الدوار كيجمعوا الفلوس، كل واحد على القدر ديال اللي قد عليه، ويشريوا الميكا ويحطوها في الواد ويرجعوا ثاني الحمله من جديد وعاود تكرر العمليه. نظرا لغياب الدراسات من طرف وكالة الحوض المائي ديال زيز غريس هي الصعوب باش غادي نطبق باش غادي نفعلوا هذا المشروع هذا. بالنسبة لدوار البور احنا مستعدين باش نساعدوا السكينة كما اتفقنا معهم على أساس نتعاونوا، احنا نصيفطوا لهم الآليات بعض الآليات وهما يخدموا بيدهم على أساس نديروا واحد لاكس فين غادي يدوزوا الآليات. ورغم قساوة العزلة وشظف العيش بالقرية التي ترتفع عن سطح البحر بأكثر من 1500 متر، لا يغادر نفوس الناس هنا أمل بأن مآل الغشاوة إلى زوال وأن مستقبل الأجيال الصاعدة وغدا القرية سيكون خيرا من أمسها.